وبركاته، معكم عمر ومقطع جديد. مقطعنا اليوم يا جماعة الحلقة الثانية من سلسلة السنجل بلاير يا جماعة. اليوم كالعادة يعني حنكمل بالسلسلة، وقبل ما نبدأ يا جماعة هي أفضل 4 تعليقات على الفيديو السابق، وياب خلينا نبدأ يا جماعة. طبعا ديك الحلقة كان وقت أنا لقيت القرية، قلت لكم بالفيديو الجاي منكمل. طبعا أنا صويت دخلت الكواليس شغلتين بس. اول شغلة واللي هي انه جمعت الهاي بيلي مع باكو شايفين 37 وحدة، كان في ايرون جولم قتلته، بس هدول هن الشغلات يا جماعة. هون في بيت حداد لحفوت نشوفه شو في بلبه، يعني يكون في اشياء نادرة نشوف في تشست بليت ايرون والكنوج وسيف ايرون، خلينا ناخدهم. طيب والتفاح ما هاخده، وفي جول اخذنا الاغراض اللي عند هذا الحداد. هلا نفوت نشوف البيوت، رح نروح نشوف كل البيوت. هون في صندوق ما في شغلات مهمة يا جماعة، روح شوف غيره. هذا الفرن يا جماعة، هذا الفرن بده ايرون حتى نساويه حاخده. اوكي يا جماعة، هلا استكشفت القرية كلها يعني، وما كان فيها شغلات مهمة كتير. ف يا جماعة حاترك القرية يعني قريب على القرية، حروح دور مكان ابني فيه البيت، لانه اكيد ما حنضل هيك بدون بيت. او ماي جاد يا جماعة، شوفوا هلا كان الرندر مو مبين يعني، ولقيت هذا الصندوق. شوفوا شو لقيت بقلبه، والله شيء خرافي يا جماعة. مثل ما كنتم شايفين في هذا الدرع، رح اخده والبسه هو وهاد. نعمل هيك وهيك، هلا لبسناه. في دايموند، هلا والله صار معي 5 حبات، وهي ما بعرف شو بتساوي. في كتابين وهدول الفحم هلا انا حطيتهم، وفي تي ان تي. اوكي، وطبعا مثل ما كنتم شايفين يا جماعه لقيت هذا المكان حتى ابني فيه البيت، والله مكان مسطح وجميل. اوه في ايرون رح اكسره. مثل ما كنتم شايفين المكان هون كتير حلو اذا بدي اساوي فيه بيت يعني، والمساحه كتير فارغه يعني، وفيني كسر لهون وفضي المنطقه وابني فيها بيت هون، يعني منطقة جدا حلوة يا جماعة. فيب حساوي هون بيتي. وحاليا سويت هون صندوق، حطيت فيه اغراضي مثل ما كنتم شايفين، وحاليا رح روح جمع خشب مشان ساوي البيت. عم بجمع خشب حتى صار معي هاي الكمية مثل ما كنتم شايفين، وحاليا حساوي البيت. حيكون حجم البيت مثل ما كنتم شايفين، حيكون 10 بلوكات ب10 بلوكات، وحاليا حكمل بنائه. يا جماعة شوفوا هون يا جماعة، قبل شوي ما كان في ما مبين الرندر مثل ما كنتم شايفين يا جماعة، لقيت اشياء جدا جدا خرافية. هون في دروع كاملة، وفي كمان زيادة تشست بليت، وهذا البنطرون في جولد 4 ودايموند هون وحدة، وهذا تي ان تي، وهي ما بعرف شو تبع الموسيقى. طبعا يا جماعة انا اجيت لهون مثل ما كنتم شايفين، هون في شبه صحراء يعني، جيت بدي اجمع ساوند لانه البيت تقريبا خلصته. عم جمع ساوند مشان اشويهم ونساوي فيهم شباك يعني، يعني جلاس قصدي، وحطهم. فحاليا رح ارجع على البيت ونام لانه صار الدنيا بالليل. يا جماعة هون في بحيرة لافا مثل ما انكم شايفين، حرفيا يا جماعة هي افضل سلسلة سنجل بلاير لعبتها، هي عن جد عن جد سلسلة اسطورية جدا جدا. قلتلكم بعد وقت طويل كتير كتير يعني، ويا جماعة ساويت البيت وكامل يعني خالصته يعني مثل ما انكم شايفين. هو هلا مواجهة يا جماعة، حفرجيكم يا 3 2 1 جو. مثل ما انكم شايفين يا جماعة هذا هو البيت من البرة من الخارج يعني، مثل ما انكم شايفين. حاليا اذا حنفوت حتشوفوا الارضية من ستون حتكون، وهون الافران مثل ما انكم شايفين، وهون في صندوق واحد. طبعا ححط انا هون كلياته، حعبي صناديق يعني، حاط الايتم تبعه يعني مخزن قصدي حساوي. هون في تخت مثل ما انكم شايفين، وهون في 2 كرافتنج تيبل يعني، حطيت هون جلاس مثل ما انكم شايفين، وهون جلاس تبع الشباك يعني، وهون جلاس العادي، وهون هذا هو البيت يا جماعة مثل ما انكم شايفين. المنطقة اللي باني فيها البيت انا كتير حلوة عجبتني يعني، فاضية كتير من هون مثل ما انكم شايفين فاضية. وطبعا هون في ستون ان شاء الله بغيره يعني، وبتصير بحطه دير. وهون يا جماعة طبعا هون، وهون في جبال مثل ما انكم شايفين. طبعا انا خلف الكواليس انا بفضيها بالكامل يعني، بفضيها بالكسرة يعني قصدي، ان شاء الله يعني خلف الكواليس يا جماعة. وهون بس ممكن وصلنا معكم لنهاية مقطعنا لليوم. لا تحرمنا من زر اللايك يا جماعة مشان نصير ننزلكم فيديوهات اكثر عن هاي السلسلة، واشتراك بالقناة اذا مو مشترك، وتفعل جرس التنبيهات يعني يصلك كل شيء جديد ننزله على القناة ان شاء الله. طبعا يا جماعة كتير كتير تعبت بهاي الحلقة، فاتمنى تضغطوا لايك واشتراك يعني، وبس مع السلامة.
Thank you.